أستاذ إبراهيم حجازي وقتها كتب مقالة شديدة الأهمية، ولو كنا بمعايير النهاردة كان لازم يتم التحقيق فيها من قبل الاتحاد الأفريقي على الأقل أو لجنة الحكام فيه، لأنه وقتها بعد شهر من المباراة وفي 16 فبراير 94 كتب الأستاذ إبراهيم حجازي في الأهرام تحت عنوان كبير: يا كابتن وصلوا له. وتحديدا قال الأخ فرح أدو رئيس لجنة الحكام الأفريقية اعترف بأن حكم مباراة السوبر كان غير موفق، وبالحرف الواحد قال إنه كان في يومه سيء. وأنا بقول له: لا يا كابتن فرح، بالعكس ده كان يوم ساعده، لأن الحكم بتاعك وصلوا له. وكلمة وصلوا له هي في لغة الكرة تعبير أنه يوضح أنهم وصلوا إلى الحكم، يعني لا مؤاخذة اتفقوا معاه، بالبلدي كده عكموه. ده نص مقالة الأستاذ إبراهيم حجازي. للأسف هذه هي الحقيقة رغم مرارتها، والمصيبة أن الكل يعرفها والكل يتعامل معها بعدما أصبح الكل يريد المكسب بأي صورة أو وسيلة، فالمسؤول يضمن به البقاء على الكرسي واللاعبون يلهفون عشرات الألوف والمدرب يهبر والوسطاء وهم كثيرون مستفيدون. مولد وصاحبه غايب ومفيش واحد فيهم عنده دم وخايف على مصر ومصلحة مصر، وتأتي جريمة الأهلي في وسط هذه الشبورة، وليست هي قرار الانسحاب كما يعتقد البعض، إنما لأنهم منذ مجيء مجلس الإدارة ودائما في الأهلي هناك قرار بعدم الدفع للحكام أو التعامل معهم تحت أي مسمى. ده نص مقالة الأستاذ إبراهيم حجازي في 16 فبراير 94. طبعا محدش سأل ومحدش حقق، لكن هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بعد ما تم إلقاء القبض على بيتروس ماتابيلا قالت إن عدد الحكام والمسؤولين الحاليين والسابقين العاملين في الوسط الكروي، هناك الذين تم اعتقالهم حتى الآن في فضيحة بيع المباريات، بلغ أكثر من 20 شخصا، وهي أكبر فضيحة كروية من نوعها في جنوب أفريقيا التي اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهر الماضي لتنظيم المونديال في 2010. دي أصداء ما حدث مع بيتروس ماتابيلا. هو أنت لما بتقول يعني، وكاننا نركز ان خطا ماتابيلا في طرد محمد يوسف، هو خطأه في صفورته طول الماتش، وانت قبليها شفت عدم الحمايه الذي كان لا يتمتع به لاعبي الاهلي، شفت ياسر ريان والفاول اللي اتعامل معاه. اذا انت لما لعيب فين شخصيته الفنيه دي، انت مطمن فرقه وضاغط على فرقه ثانيه، فكل الاسلحه المشروعه غير مشروعه ضدك لايقافك، وانت ابو لمس مش قادر تلمس لعيب. هو هنا التأثير على المباراة مش الطرد بس. أي طيب، الأهلي بقى انسحب من الأفريقيا، أولا توقف عن المشاركة، فصدرت ضد عقوبة 3 سنين. هو ما انسحبش، هو اعتذر مش هشترك. أيوه. هو الفكرة انسحاب يعني انك انت بتخش بتلعب ماتش اتنين وتقول وترفض الاستكمال، انما جالنا جواب لا مش لاعبين، سنقاطع هذه البطولة. ليه؟ لان لا طائل من وراء، وبنروح نتبهدل. كان لسه من نظام المكافئات والحاجات دي ما اتعملش، بعديها على طول اتعدلت البطوله والنظام، واقتضى الامر لما انت عارف القصه بعد كده لما جالنا الجواب. صحيح. يعني الاهلي غاب على افريقيا 95 96 97 ورجع لعب في 98. خلال هذه السنوات الزمالك استفاد من غياب الاهلي، حتى الاهلي وهو بياخد الدوري في مصر ما بيشاركش في افريقيا، بيشارك الزمالك او بعد كده شارك الاسماعيلي. كل هذه الاستفادات الزمالك استفاد بيها 7 نقاط نتيجه ازمه السوبر، يعني هو خد نقطه على ماتش السوبر وخد 6 بعد كده نتيجه لغياب الاهلي. 4 نقاط بالفوز بلقب 96، نقطه للفوز بالسوبر الافريقي، نقطتين للخروج من دور المجموعات في بطوله 97، واستفاد الاسماعيلي مره واحده بالمشاركه عام 95 كتاني الدوري. بالاضافه لتوقف النادي الاهلي. بالاضافه الى توقف النادي على الوصول على اي نقط لعدم المشاركه. طيب.